السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعاده. معاكم فاطمه، مقدمه قصص رعب وكل ما يخص الطفوله. لو اول مره تشوفني يا ريت نعمل سبسكرايب للقناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اي جديد. انا فيديو النهارده فيديو مهم جدا وفي كلام مهم، وطبعا هو زي ما انتم شايفين من العنوان ان انا هتكلم عن شخص مشهور جدا وطبعا ليه فانز كتير واغانيه بتوصل ملايين، فطبعا في ناس كتير بتتاثر بيه. طبعا عبدة الشيطان انا كنت متكلمة عنهم في كذا فيديو قبل كده، ان هما بيحاولوا يدخلوا لك من كذا طريقة، يعني من فنان مشهور او ممثل مشهور او حد انت بتحبه، هما بيحاولوا ان هما يلعبوا بيك وبمشاعرك لحد ما تنضم ليهم. وطبعا معظم اللي بنضموا ليهم ناس اكيد ايمانها ضعيف، يا ناس ما عندهاش شخصية وهكذا وهكذا، وفي منهم مرضى نفسيين، فالموضوع بيتطور معاهم. بس انا مش هتكلم النهارده عن عبدة الشيطان بس، وطبعا غير ان هو عابد شيطان هو كمان جاي يعني مثل الجنسيه. طبعا فيديو النهارده هيكون مش طويل قوي، بس ان شاء الله يا رب ينال اعجابكم. ويلا عشان انا طولت عليكم او في المقدمه، ويلا نخش بالفيديو على طول. ليل كان هو صغير كان دايما ما بيحبش الدراسة، وكان عاوز يبقى مغني راب مشهور وكاتب اغاني وكده يعني، وحاول كتير ان هو يبقى مغني وصور فيديوهات كتير، لكن للأسف كانت كلها فاشلة، لحد ما نجحت معاه اغنية وهي ديت اللي ضربت معاه وجابت مشاهدات بالملايين، وفي الوقت ده هو بقى مشهور جدا جدا. بس للاسف ابتدى ان هو يضايق زمايله مغنيين الراب، وابتدى يعمل حركات في اغانيه وكلام في اغانيه مستفز، وابتدى يضايقهم كتير قوي، حاجات غريبه لدرجه ان هو اعلن ان هو مثل الجنسيه تقريبا من سنه او سنه وشويه او سنتين، ان هو مثل الجنسيه بكل جراءه، وده كان اول فنان ان هو يعلن بالطريقه دي ان هو مثل الجنسيه. وبعدها ابتدى يعني ان هو مخلص للشيطان او عابد من عبدة الشيطان. طبعا المثليين كتروا وعبدة الشيطان كتروا، بقوا اكتر من الهم على القلب، ومحدش شايف حاجه وكله عامل عبيط والناس ساكته. بس ما علينا، الحاجات دي امر واقع ولازم نعيش فيها، طبعا دي كلها من علامات يوم القيامه، وطبعا ربنا عالم وعارف كويس قوي اللي هيحصل في الدنيا، وكلنا محطوطين في اختبار، ويا ننجح يا نفشل، وطبعا المعظم فشل والحمد لله. مهم الشخص دوت او ليل دوت عمل فيديو اللي هو شهر نفسه قوي ان هو مثل الجنسيه، طبعا هوريكم صورته. طبعا ما اقدرش اعرض الفيديو لانه ما ينفعش خالص يتعرض على اليوتيوب، هو معروض على اليوتيوب بس بالنسبه لينا احنا غلابه ما ينفعش نعرضه، لانه برضو غير ان هو احنا غلابه ان هو في حاجات ما ينفعش ان انا اعرضها خالص، ودوت في الوقت ده. وطبعا ما انصحش حد خالص ان هو يروح يتفرج على الفيديوهات بتاعته، كلها مش كويسه. المهم الفيديو دوت عمل ضجه كبيره جدا وجاب ملايين من المشاهده، ومنهم عرب بيتفرجوا عليه. وكمان المشكله ان طبعا الفيديو اللي انا اصلا عامله عليه النهارده، الفيديو بتاعي في عرب بيغنوا يعني الاغنيه ديت ليبسينج، يعني انا مش فاهمه ازاي هم مش فاهمين الاغنيه. طب سيبكم من معنى الاغنيه، ما شفتوش الفيديو، سيبكم من الفيديو ما شفتوش هو بيعمل ايه، مش فاهمه دماغ الناس فين بجد. يعني انا شفت الفيديوهات والله العظيم انا ما فاهمه الناس اللي بتغني او بتحب اغانيه وبتغني وراه وعرب ومسلمين، دماغهم فين؟ حتى برضو في اغاني بتطلع كتير قوي تلاقي الناس بتغني وبنات وولاد بيرددوا ورا الاغنيه، مع انها الاغنيه اصلا ما ينفعش ان انت تغني معاها،
يا جماعة في جوجل ممكن نترجم عليه، وفي أغاني أصلا بتبقى مترجمة بالعربي، فاحنا ممكن نشوف الأغنية دي بتقول عليه يعني بتقول ايه، وبعدين نسمعها يعني هل هي كويسة أو لأ. هو عنده دلوقتي حاليا 23 سنة، هو اتولد عام 1999 في شهر أبريل. هو كان زي ما قلت لكم ان هو ما كانش شاطر في دراسته، وكان حابب ان هو يبقى كاتب رابر واغاني وكده، واتشهر عالميا عام 2019، وهو اصلا موطنه الولايات المتحدة الامريكية. هو وفي 30 يونيو عام 2019، انا جبت لكم التاريخ بالظبط، هو اعلن ان هو مثلي الجنسية. في الفترة دي طبعا حياته كلها اتغيرت، نجح او بقى مشهور زي ما قلت لكم في اول فيديو، ابتدى ان هو حياته تبقى غير يعني. زي ما شفتوا في مقاطع الفيديو اللي انا عرضتها في الاول وبعرضها لكم تاني، انا طبعا مقطعه الفيديو لكذا حاجه، لان مش هينفع اعرض الفيديو كله خالص، لانه ما ينفعش ايا كان يعني، ويا ريت ما انصحش طبعا معظم اللي عندي ناس كبيره، ويا ريت ما انصحش خالص حد يتفرج على الفيديوهات بتاعته. في حاجات كتير هو عاملها غلط، وكان عامل اعلان عن كوتشي. الكوتشي دوت فيه قطرات من دماء الانسان ونجم الخماسيه والصليب المقلوب ورقم 666، وده رمز عبده الشيطان. طبعا الكلام ده كله انا كنت قايله عنه في فيديوهات قبل كده، لو حابب ان انت تشوفها هتلاقيها في الديسكريبشن عن عبده الشيطان. في حاجات كتير قوي انا بس حبيت ان انا اقولها لكم قبل ما اختم الفيديو. طبعا الفيديو مش طويل انا عارفه، بس انا حبيت ان انا اقول لكم حاجه قبل ما اختم الفيديو. يا ريت يا جماعه نراعي ربنا، وبجد كفايه قوي ان الواحد بقى بيشوفه من امراض وحاجات بجد وحشه خالص بقت بتحصل في يعني. انا طبعا ماليش ان انا اتكلم في الموضوع ده، بس يعني نصيحه لوجه الله، اتقوا الله عشان ربنا يرحمنا برحمته. وصلنا لنهاية الفيديو، ورب يكون الفيديو عجبكم. انا عارفة ان هو فيديو قصير، بس يا رب ينال اعجابكم، وما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اي جديد انا بعمله. وبجد بجد بتمنى اي حد يشوف الفيديو ده يعمل شير كتير قوي عشان اوصل لحلمي واوصل للألف مشترك. وشكرا للمتابعة وشكرا للمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.